إلى بنغازي، حيث خرجت حشود غاضبة من أهالي المدينة مساء اليوم للمطالبة بفرض الأمن والأمان. الحشود التي تجمعت أمام فندق تيبستي طالبت بتحميل المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة مسؤولية تردي الأوضاع الأمنية في طرابلس وبنغازي، مشددة على أهمية وجود الجيش والشرطة. قامت وحدات من الجيش الليبي صباح اليوم بالتجمع في معسكر الصاعقة بنغازي لفرض خطة أمنية جديدة داخل المدينة من مهامها السيطرة على التفجيرات والقضاء على الإرهاب. وضمت هذه القوة عددا من الكتائب والوحدات التابعة للجيش بالمنطقة الشرقية. في خطوة تحدي على ما يبدو للاختراقات الأمنية في مدينة بنغازي، أقامت وحدات من الجيش الوطني بمشاركة ضباط من رئاسة الأركان بالمدينة استعراضا عسكريا شاركت فيه القوات الخاصة وسلاح الجو بالمدينة. وتشهد بنغازي سلسلة اختراقات أمنية منذ شهور، أبرزها عمليات الاغتيال المتواصلة بالإضافة إلى استهداف مراكز ونقاط شرطة ومقار دبلوماسية، كان آخرها استهداف نقطة شرطة بمنطقة الليثي، مما أدى إلى تسويتها بالأرض واختطاف نجل اللواء سليمان محمود بالقرب من بيته. ولم يعرف بعد من يقف وراء هذه العمليات على وجه التحديد، ضباط الجيش ومن خلال كلماتهم أثناء الاستعراض العسكري أكدوا على المضي قدما لتأمين بنغازي وبأنهم لن يتركوها للعابثين القتلة والمجرمين. هذا قليل من كثير، الجيش الليبي موجود والحمد لله. هذه دعوة لكل الذين يقولون أنه لا يوجد جيش في ليبيا، إن بنغازي بها جيشها والمناطق المحيطة بها، وهي قادرة على حماية وطنها وأهلها وممتلكاتها. يأتي ذلك بعد سلسلة مظاهرات لمواطنين شهدتها المدينة على مدى الأيام الماضية تندد بعمليات الاغتيال وتطالب بنشر قوات الجيش والشرطة دون غيرها في شوارع المدينة. استعراض هو بداية لانتشار أفراد من القوات المسلحة بالمدينة يستهدف كل من يفجر ويقتل ويسعى إلى خراب البلاد، كما جاء على لسان قائد القوات الخاصة. هالعرب ما عاد رايحوا يا جماعة، كل يوم قاتلين واحد وكل يوم مفجرين واحد، وكهالعزايز عقبات اللي يولي تباكة من هالتفجيرات، لا يمكن نسمع، لا يمكن نسمع. ورانا اسمعوني، نحن لا مستهدفين حد ولا عندنا عدو ولا خسر حد، عدونا اللي بيخرب البلاد وعدونا اللي بيفجر واللي بيقتل، نشهد بالله العظيم ان بنزيل عشان خطره. خطوة لاقت ترحيبا كبيرا من المواطنين الذين تجمهروا اثناء الاستعراض وهم يهتفون باسم ليبيا وامنها.